باص يسوق فوق ال 120 كيلومتر. لو ان الداخليه هالباصات اللي تدخن بهالشوارع كل باص عند يروحون بشرق بدل مرقاب هالمحطات الباصات على مدخل شارع فهد السالم وفي لحظه تدخن اصفط. شيلوه دوم من عبد الله عسى ما في باصات بالكويت. لكن انا اسال وزاره المواصلات ما تحاسبين شركات الباصات المنتشره في الكويت على النظافه على مدى صحه المصيبه شلون يرخصونهم؟ باص يدخن شلون يترخص؟ انا اسال الداخليه شلون ترخصونهم؟ ثلاث اربع باصات الكويت ما تنفع انها تمشي بالشارع. لا وتعال بالصيف. شوفوا الباص اللي فوق ال 120 عطني اياه. ابو احمد 120 شوف سابقني يسابق سباق براويكم فخامة الباصات الكويتية.